بقى مشاهدينا في كل مكان برحب بكم وحلقة جديدة من برنامجنا المسيح في النبوات برحب بداية الحلقة بحضرة الأسيس جون أهلا الأسيس أهلا بيك ربي باركك ربي باركك حضرة الأسيس ما زلنا بنتكلم في الجزء الخاص بالنبوات الخاصة بالخدمة والملكوت للرب يسوع المسيح له كل المجد وصلنا النهاردة إلى عنوان الحلقة اسمه بيت الصلاة أم غارة لصوص نعم حضرتك تقدر تقرا لنا عشان المشاهدين يتابعونا فين جت الجزئية دي في إنجيل متى؟ الجزئية دي بتتكلم عن فكر نبوي ورد في العهد القديم لما كان يتكلم الرب من خلال الأنبياء إنه بيته بيت صلاة مم. يدعى وإرميا كان عم يتكلم بوضوح للشعب لأنه كانوا فسدوا واشعياء الله تكلم من خلاله إنه بيته بيته لجميع الأمم مم. فهون هلا نحن رح نقرا نفس الفكر النبوي اللي وارد في العهد الجديد واستخدم الرب يسوع المسيح نفس العباره نفس الايات نفس الايات اه بيقول ودخل بحسب متى 21 12 تفضل بيقول ودخل يسوع الى هيكل الله واخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل م. وقلب موائد الصيارفه وكراسي باعة الحمام وهيدي المره مش اول مره بيدخل المسيح وبينظف م. الهيكل لانه نظف الهيكل في بدايه خدمته بحسب ما دون يوحنا الحبيب بالاصحاح الثاني من بشارته وهنا الهيكل اشاره مهمه جدا لقلب الانسان لانه الرب يقول في العهد القديم يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، الله بيسكن في قلب الانسان بالروح فاذا كان القلب نجس الله لا يستطيع ان يكون في وسطنا في حياتنا فهنا الهيكل كان يظهر مجد الله في بني لبني اسرائيل او في وسط بني اسرائيل وبذات الوقت إشارة على أنه يتواصلون مع الله والله معهم لكن طبعا المفهوم في العهد الجديد اختلف وسنناقش هذا الموضوع وكان حضرتك بتقصد أن الصيرفة وكراسي باعة الحمام كانوا موجودين في الهيكل الحقيقي لكنها أفعال شريرة موجودة في قلب الإنسان اللي مكتوب عنه أنه منهم خارج الحياة لأنه أصلا هني شو عملوا كان المفروض يكون الهيكل بعيد عن الأفكار هاي دي لكن بسبب وجود يعني في في فكره طمع عند الناس <applause> والكهنه فسدوا في ذلك الزمان م. فصاروا يستخدموا هذه المواضيع التي كانت يجب ان تقدم يعني مثلا كانوا يجيبوا غنم وبقر وكانوا يجيبوا الصيارفه حتى يصرفوا العمله اللي جاي بها الناس اللي جايين من بلاد الخارج معهم عملة, مع. عمله معهم عمله مثلا م. من بلاد الخارج بس كانوا لازم يشتروا الذبائح بشاقل القدس م. بحسب الترتيب تبعهم فكانوا يعملوا الصيارفة اكسشينج يعني م. صرف تغيير عمله تغيير عمله لكن الموضوع صار هون انتقل تدريجيا 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 الى فكر طماع تجاره ما, ما عاد عم يخدم الرب م. فمن اجل ذلك صاروا يظهروا يتوسعوا م. وربما ابتدوا يتوسعوا الى مستوى انه ما عاد العابد يشعر انه هو جاي الى عباده صار عم يشعر العابد انه جاي على, على سوق تجاري صار في شطرات ومكسرات ومضاربات فمن اجل ذلك قال لهم الرب يسوع المسيح قال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص م. وتقدم اليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم م. فلما راى رؤساء الكهنه والكتب العجائب التي صنع والاولاد يصرخون في الهيكل ويقولون اوصلنا لابن داود غضبه وطبعا نحن بنحاول انه نبحث هذه النبوه الجايه آه انه كانوا عم بيسبحوه نبحثها في, في الايام الجايه من عمه أم الرب لكن من ش بالشكل عام نرى ان المسيح طردهم لانه المفروض الهيكل يكون هو تواصل بين الشعب وبين الله مم. لكن هذا التواصل انفقد لانه بسبب الطمع مم. والانجيل بيقول انه الطمع هو عباده اوثان مم. الطمع صار برتبه وبمنزله انك كما لو انك انت عابد وثن ماذا يمثل الهيكل هنا في الجزئيه دي للانسان اللي بيستمعنا دلوقتي في الوقت الحالي مثل ما قلت هو الهيكل مم. الله كان حاطت مجده عليه مم. ووجود كل الاواني المقدسه بحسب ما امر الرب موسى والشعب عملها وبعدين جاء سليمان وبعدين مثلا بدل ما كان في مرحضه واحده لكي يغتسل بها الكهنه م. في الدار في دار بيت الرب هيك سليمان عمل عمل عشره مراحل فوسع بعض الامور لكن بشكل عام كانت هي اشارات رمزيه الى ان ياتي المسيح ويؤسس كنيسته وتكون الكنيسه م. حجاره حيه مش حجاره ماديه م. هذا ما يقوله بطرس الرسول فيما بعد برسالته الأولى والأصح الثاني بيقول لهم إن كونوا أنتم أيضا بيقول للمؤمنين م. كونوا أنت أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية م. بيتا روحيا صار البيت الروحي هون شو هو؟ صار الهيكل صارت الكنيسة هي الهيكل العام م. والفرد المؤمن بقلبه أيضا سكن الروح القدس فقال المسيح أو قال الروح القدس لبطرس م. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند عند الله بيسوع المسيح إذا إذا نحن ككنيسة صرنا نحن الهيكل الحقيقي م. ونفس الكلام قالوا القديس بولس برسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس قال أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم وشجعهم على فكرة أنه أنتم اشتريتم بثمن لأنكم اشتريتم بثمن أي بدم المسيح فمجد الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله فصارت هوني الكنيسة بأفرادها هي هيكل الرب وصار كل فرد منا فيها الروح القدس صار كأنه هيكل صغير نحن الكنيسة كلها هيكل واحد مش, مش نحن كلنا هياكل بس كما لو أنه كل واحد منا في هذا ال في هذا المفهوم هيكل للرب الهيكل كان بيمثل للشعب الاسرائيلي اعلان عن حضور الله نعم ماذا يعني ماذا يعني كلمه حضور الله وحضور الله الان اين يوجد اين مكانه بالماضي لما الرب امر موسى انه يبني له الخيمه في البريه م. بيقول كده مقدس بهذه الكيفيه لاحظ ماذا يقول بحسب سفر الخروج واخر اصحاح من سفر الخروج م. فبيقول بعدد 34 ثم غطت السحابه يعني سحاب مجد الرب خيمه الاجتماع وملا بهاء الرب المسكن فاذا بنشوف نحن انه لما موسى تمم كل الامور اللي كان طلبها منه الرب من جهه الاواني تابوت العهد ومناره ومرحضه ومذابح مذبح بخور ومذبح النحاس في الخارج وعمل الستائر وعمل فاصل بين الدار يعني بين بين القدس وبين قدس الأقداس حيث هناك في الداخل الداخل تابوت العهد الذي يمثل حضور إلهي وعليه الغطاء أي الذي يمثل كرسي الرحمه كانوا يرش الدم موسى او الكهنه كانوا يرشوا الدم على الغطاء فبعد ما عمل موسى كل هالترتيبات بيقول حل نزل نزلت السحابة لاشاره لحضور الرب وحلت على ذلك المكان وكانوا يقولوا بالكتاب المقدس بيقول انه لما ترتفع السحابه عن الخيمة خيمة مم. بيت الرب كان بنو إسرائيل شو يعملوا يضبط بحالهم ويمشوا وراء السحابة وحسب ما كان يقودوا عمود السحاب لما يوقف عمود السحاب في مكان كانوا يعرفوا أنه لازم يحطوا الرحال مم. فلما يحطوا الرحال يرجعوا يبنوا الخيمة من جديد ويمكثوا لو حل لو العمود بقي يوم واحد أو يومين أو ثلاثة كان لازم يبكثوا هناك لو مشي لازم يمشوا وإذا قعد فترة طويلة بيقعدوا فترة طويلة فكان في تواصل بين الله وبين شعبه والشعب كان على طول يسكن حول الخيمة وكانوا الاسباط يسكنوا بهذه الطريقة يعني ثلاث أصباط ثلاث أصباط ثلاث أصباط حول الخيمة في البرية إلى أن دخلوا إلى بيت إلى دخلوا أرض الميعاد وبنى سليمان الهيكل فكان المفهوم يختلف لكن كان الفكرة كلها أن الله يسكن في وسط شعبه ويتواصل الشعب مع الله من خلال هذا المكان وكان حتى في صلاة موسى مثلا انه لما بيتشتت بني اسرائيل او اذا صار عليهم اي ضيقه لو التفتوا باتجاه ذلك البيت يا رب انت من سمائك اسمع صلاتهم واستجب لهم فكان في تواصل من هذا القبيل، لكن نحن هلا في العهد الجديد مش ضروري نلتفت هيك او هيك او هيك، نحن هلا متواصل مع الله مباشره. والناس و... اللي بتفتكر ان ربنا لازم يتبص في اتجاه معين. الكتاب المقدس بالما امرناش منها ما امرناش فيها يعني لا الرب يسوع المسيح بيقول بمتى 16 بيقول لانه حيث اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم، فالمسيح موجود في وسطنا وهو طبعا موجود فينا بالروح القدس، فعلى على هذا الاساس نحن نستطيع ان نصلي وان نتواصل مع الله بحسب الروح الحال فينا. لكن برضه نفسي التوضيح شويه اكثر للي بيسمعنا ومش متعود على التعبير ده، يعني حضور الله؟ حضور الله بالنسبه للشعب في, في العهد القديم كان يمثل سحابه بتنزل في الهيكل لا. لكن حضور الله بالنسبه لينا احنا دلوقتي المؤمنين او المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي يعني في ناس مش الفه الكلمه دي او مش متعوده عليه يعني ايه حضور الله يمثل ايه او له علامات او له شكل معين الحضور ما قلوش علامات الا انه يحل الروح القدس فينا م. بالماضي لما حل الروح القدس على التلاميذ كان كان ظهر لهم آه بهيئه كالسنه منقسمة كأنها من نار لكن حتى فيما هم يخدمون بزمن الرسل ما عاد في ضرورة كمان يحل على الناس بألسنة كأن منقسمة كأنها من نار لكن في بعض علامات أنه لما الأمم كانوا يقبلوا المسيح كانوا يتكلموا بألسنة ولغات وعظائم ففي كان إشارات أنه كان الروح القدس عم بحل في ذلك الإنسان أو في تلك المجموعة لكن حاليا نحن لما بنقبل المسيح يقول لنا مثلا القديس بولس برسالة أفسوس الإصحاح الأول بيقول وأنتم إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد يعني شو الموعد؟ روح الوعد مم. الله وعد بروح القدس بروح الموعد القدوس مم. فنحن صرنا مختومين ونحن روح القدس حال فينا فهذا الشيء بيخلينا فعلا نتواصل مع الله أو كما يقول الوحي المقدس برسالة رومي الإصحاح السادس عشر بيقول أنه الروح أي الروح القدس يشهد لحلفنا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله فإذا هم نشوف نحن حضور الروح فينا بيجمعنا وبيخلينا نصير زي ما تقول يعني جسد واحد كما يقول برسالة كورنثوس الإصحاح الثاني عشر بيقول أنه نحن اعتمدنا جميعنا لجسد واحد أي كيف؟ بروح واحد اعتمدنا لجسد واحد ما هو هذا الجسد؟ هو اشاره للكنيسه فكل المؤمنين في العالم اللي قبلوا الرب يسوع مخلص شخصي لحياتهم بيوحدهم الروح القدس وبيعتمدوا على هيدا المبدا وبصيروا هيكل للرب اي مسكنا لله بالروح يعني اعلان حضور الله هو اعلان عمل الروح القدس في حياتي وامتلائي من الروح القدس نقدر نقول كده؟ وسياده مش الروح القدس؟ قصه اعلان يعني انا مجرد ما قبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتي بيمتلكني الروح القدس فيي وساعات انا بصير بتواصل مع الله طبعا انا ما بتواصل مع الله بطريقه عشوائيه انا عندي الكلمه المكتوبه انا بسترشد فيها وبالروح القدس اصلي بالروح اخدم بالروح اتقوى بالروح كما كان الرب يسوع المسيح على الارض قبلنا في زمن ايام خدمته وتجسده بعد الناس يدخلوا مثلا كنايس يقول لك انا حسيت بحضور ربنا التعبير ده يعني الناس بتفهمه ازاي الموضوع هون انه مثلا ممكن انت مثلا أكون انا وياك موجودين وعم نصلي ممكن يكون فعلا في حاله انه الشخص اللي جاي يشاركنا ممكن يحس بحضور الهي لانه الرب يسوع المسيح قال حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم يعني اي مكان نكون فيه اذا الرب يسوع المسيح حال في وسطنا لابد انه حضور السيد الرب له مهابي له وضع خاص فقد يكون انه البعض يستشعر هذه الهيبه وهذا الجلال وهذا المجد من دون ما يشوف بعينه يعني الشخص بيتقابل مع مجد الله وبهاء الله وعظمة الله بدون ما يشوف بعينه لكن بيلمسه بروح مش ضروري لأنه يعني هلأ موسى بالماضي لما نزلت السحاب لما غطى السحاب الجبل و وكان في بروق ورعود خاف لأنه كان عم بيشوف أشياء مرئية ولما صار الرعود والبروق والسحاب فوق الجبل بنو إسرائيل خافوا سمعوا صوت الله خافوا جداً لكن مثلا تنفترض يعقوب كان عم نايم وفيما هو هارب من وجه خي أخي عيسو وذاهب إلى فدان أرام نام ورأى سلم منصوبة بين الأرض والسماء ورأى الرب واقف على السلم فلما استيقظ من الحلم شو قال قال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا باب السماء ما هذا إلا بيت الله وباب السماء احيانا واحد بيحس بحضور بهيبه بخشوع قدر يشعر بوجود الله قدر يشعر بحضور بحضور الله نفس الامر في العهد الجديد مجرد ما نحن نكون فعلا عم نسبح الرب وعم نمجد الرب وعم نخدم الرب ممكن يدخل شخص في وسطنا ويسمع اقوال الله ويشوفنا عم نتكلم باقوال الله بيقول لك القديس بولس بكورنثس الاولى 14 بيقول انه هذا الشخص يخر على ركبتي قلبه ويعترف أن الله ان بالحقيقه ان الله فيكم لما بيدخل الكنيسه وبيشعر بحضور الله الشخص ده بيخر لما بيشوف ايات وعجائب لا. الله ما قالش بتص... ما قالش بولس الرسول انه م. لما يدخل الكنيسه قال انه لما تكونوا انتم عم تسبحوا الرب وعم تصلوا ممكن نسبح الرب في البريه ممكن نسبح الرب في بيت الموضوع مش قصه قصه انه الله متواجد في بناء الله بالضبط. ما بيتواجد ببناء، م. الله بيتواجد في وسط المؤمنين، في حياه المؤمنين، يعني هلا مثلا احنا بنشوف باوروبا كنايس مليانه في كنايس وده التعريف لكلمه الكنيسه في العهد القديم، كلمه كنيسه اكليسيه معناها جماعه مؤمنين اكليسيه، اكليسيه معناتها جماعه وده اللي هنشوفه حضرتك بعد الفاصل نعم. تعريف للكنيسه وكيف نتصرف داخل الكنيسه التي هي بيت الله امين وبقى المشاهدين فاصل صغير ونرجع ونقوم بتابعونا، رب معكم شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج اذا كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714 709 4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني info at كما يمكنك زياره موقعنا الالكتروني www.karmatv.com او راسلنا على بوكس 3610 Beach, كاليفورنيا 90740. مرة ثانية يا المشاهدين بنرحب بيكم قبل الفاصل حضرة التأسيس كنا بنتكلم عن الكنيسة يا جماعة المؤمنين اللي بيعلن فيها أو من خلالهم حضور الله، لكن حضرتك كنا بنتكلم في الجزء اللي قرناه في إنجيل متى عن هيكل الله اللي كان مليان بالصيارفة وبقاعة الحمام، وقلت لي إن دي كلمات الرب يسوع المسيح نطق بيها وكانت موجودة في العهد القديم. نه. نقدر نشوف الجزئية دي للمشاهد اللي بيتابعنا بنعمة الرب، نحن بنقدر نقراها بنعمة الرب بحسب ما جاء بي. إرميا والاصحاح السابع اتفضل. الرب امر النبي ارميا انه يذهب الى بيت الرب م. ويتكلم مع الشعب هناك حيث كان الشعب قد فسد جدا تماما مثل ما هلا يعني للاسف بنشوف ناس كثير بتذهب الى الكنائس م. لكن ما فيش الايمان يعني بس لت... لتخدير الضمير بيعيشوا بحياه الشر وال... والامور القبيحه م. وبعدين بيرجع بيوقف ب... بالكنيسه بدق على صدره قليلا وبيمضي نفس الامر بيقول عنه الوحي هون بيقول في الإصحاح السابع من إرميا وآية رقم واحد بيقول الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلا قال له الرب قف في باب بيت الرب ونادي هناك بهذه الكلمة وقل اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الأبواب لتسجدوا للرب هكذا قال رب الجنود إلى إسرائيل قال له الرب أصلح طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع لا تتكلوا على كلام الكذب شو اللي كان عم بدور في م. ذلك الايام في تلك الايام م. قال لهم قائلين عم تقولوا انتم هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو يعني الرب بس نجل عنده لعنده وبنوقف هونيك خلص الله بيحمينا والله بيسمع لنا قال لانكم ان اصلحتم اصلاحا طرقكم واعمالكم ان اجريتم عدلا بين الانسان وصاحبه ان 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 الى اخره ساعتها برضى عليكم لكن الى ان وصل الوحي المقدس وقال هذه العباره بيقول لهم بعرض مالي ها إنكم متكلون على كلام الكذب م. الذي لا ينفع أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا يعني هل الله رح ينجينا م. قال لهم حتى تعملوا كل هذه الرجسات هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم بيقول لهم هأنذا أيضا قد رأيت يقول الرب لكن اذهبوا إلى موضعي الذي في شيلوه الذي أسكنت فيه اسمي أولا في شيلوه نصبوا خيمة الاجتماع حيث كانوا هناك يعبدون الرب لكن الرب صح صح, صح المنطقة خلاها خراب شو قال لهم الرب قالوا اذهبوا إلى موضعي الذي في شيلو الذي أسكنت فيه اسمي أولا وانظروا ما صنعت به من أجل شر شعب إسرائيل فإذا هنا نرى أن الموضوع لا يتعلق ببناء قد ما بيتعلق بقلبك وبتوبتك وبحياتك المقدسة وده سؤال بيقودنا لسؤال مهم كنا بنسأله قبل الفاصل كيف نتصرف حسنا في بيت الله؟ ما هو عمل لك التصرف الحسن هو بالنسبة للعهد الجديد موضوع يختلف تماما بنو إسرائيل كان عندهم هيكل يجتمعوا فيه مم. حتى يتواصلوا مع الله لانه حتى ذبائحهم ممنوع كان يذبحوها الا امام بيت الرب وقال لهم اي شخص قال لهم الرب اي شخص بيذبح ذبيحه خارج عن حدود المذبح الذي في بيت الرب كانه عمل جريمه هو سيفك دم مش مقبول من اجل ذلك اختلف الامر معنا هلا، هل هلا نحن الله ساكن فينا، بنجتمع مع بعضنا بنعبد الرب، بنكرز بنفرح بنكسر الخبز، يعني بنعمل ذكرى الرب يسوع المسيح بموته وقيامته. الوضع يختلف تماما عن بني اسرائيل قديما. ممنوع كان يكون في بني اسرائيل الا بيت واحد، هيكل واحد، اعين الكل نحوه. حاليا نحن اعيننا لفوق اعيننا اعين الكنيسه الى المسيح المنتظر م. اللي بيقول عنه بولس الرسول بيقول اما سيرتنا نحن فهي في السماوات التي ايضا منها ننتظر التي منها ننتظر ايضا مخلصا يعني عيوننا لفوق م. الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده فالموضوع مختلف لكن نحن لما بنقعد مع بعضنا البعض الكتاب المقدس بيقول لنا اذا من منكم له مزمور أو تشجيع يعني كلمات تعزية اقرأوا رنموا سبحوا ابنوا بعضكم البعض علموا بعضكم البعض يعني في نوع من 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 عبادة تختلف تماما عن عبادة بني إسرائيل تقريبا لكن طبعا بيقول لنا مثلا تنفترض بالمزمور بالمزمور ال100 تنفترض لاحظ مثلا ماذا يقول بالمزمور ال100 بيقول اهتفي للرب يا كل الأرض عبادوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضرته بترنم اعلموا ان الرب هو الله الى اخره فاذا الدخول الى حضره الله بترنم حاليا في العهد الجديد وين بدي ادخل الى حضره الله ممكن انا ابني كنيسي واعمل فيها خدمات وكل شيء حلو لكن انا فيي انا وببيتي اقدر أصلي واقول له انا يا رب داخل الى حضرتك بترنم انا داخل وعم سبحك ممكن يكون انا وياك حاليا نقول هات نصلي وهات نسبح الرب الله بيقبل ترانيمنا خدماتنا تسبيحنا الموضوع اختلف عن مو عن بني اسرائيل يختلف تماما عشان هيك النظره نظره العهد الجديد مثل ما برجع بعيدة مره بعد مره الرب يسوع المسيح قال حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم يعني لما مثلا تنفترض كانوا يصلوا كانت الكنيسه تعمل صلاه بلجاجه الى الله من اجل بطرس لحتى الرب يطلع من كان السجن زبون. كانوا عم يصلوا قاعدين وعاملين كنيسه وين بدهليز في بيت ام يوحنا مرقس بحسب اعمال الرسل الاصحاح الثاني عشر فالمش مهم المكان قد ما مهم من هم الموجودون انت موجود مين انت مين انت ابن الرب انت اختبرت خلاص الرب يسوع المسيح حل فيك الروح القدس تبت عن خطاياك غسلك الرب يسوع المسيح بدم ذبيحته صرت مقبول صرت ابن للرب هل جماعه تدعى اكليزيا او إكليزية اللي هي الكنيسه اي كنيسه حجاره حيه مش حجاره كابنيه لانه الرب الماضي فارق الهيكل مرارا وتكرارا فارقوا بعده مناسبات بعدة مناسبات لما كان الشعب يعني مثلا كان بالماضي تنفترض بزمن شيلو كان عالي الكاهن رئيس كهنه وكان اولاده اشرار كانوا كانوا يضاجعوا النساء في بيت الرب ما ده السؤال اللي كنت حابب اساله لحضرتك يعني وحضرتك بتقرا متى ال 21 وعلى 12 دخل يسوع على هيكل الله نعم. وجد الناس بيشتروا في الهيكل وجد موائد الصيارفه وجد كراسي باعه الحمام فين القاده الدينيين الرعاه اللي موجودين ما هو الرعاه الهيكل؟ اللي فسدوا موقفهم يوم بيبصوا على الحاله الصعبه دي اللي تحول فيها الهيكل الى سوق اخ اندرو القصه هي المشكله وين؟ يعني القاده عندما يفسدون الشعب بيتبع القاده عشان هيك الرب وبخ الرعاة كثيرا في زمن حزقيال مثلا بحزقيال 34 لاحظ هذه التعبيرات اللي استخدمها الرب وكانت يعني صعبه جدا على على مسامع الانسان يعني انه يعني شعب او 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 رعاة بني اسرائيل كانوا يرعوا انفسهم م. بيقول الرب بحسب أربعة 34 وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم تنبا على رعاه اسرائيل تنبا وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاه ويل لرعاه اسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم الا يرعى الرعاه الغنم هون اشاره الغنم لبني اسرائيل الشعب نعم م. قال تاكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تجبروه والمطرود لم تستردوه والضال لم تطلبوه بل بشده وبعنف تسلطتم عليهم فتشتتت الغنم بلا راع وصارت ماكلا لجميع وحوش الحقل وتشتتت ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال وعلى كل وجه الارض تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش فكان الرب عم يلومهم بعدين الرب وعد أنه سيأتي وقت وهو يرعاهم بنفسه بواسطة عبد داود عم بيقول أما عبد داود سيرعاها اللي هو المسيح بس هو إشارة للمسيح لأنه مم. داود كان مات مم. من زمن مم. فكأنه عم بيقول أنه بده يجي وقت وبده يجي عبد داود أي ابن 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 ابن, داود المسيح بحسب الجسد مم. لكن المسيح هو ابن داود بالجسد إنما أصل داود لأنه هو خالق داود لانه داود بيقول بالمزمور قال الرب لربي يعني عم يتكلم عن المسيح كرب فهنا بيقول انه بده يجي لابن داود اي بده يجي المسيح وبده هو الراعي الصحيح اللي اتكلم عن نفسه المسيح بيوحنا عشرة انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف والصوره بتتكرر بنلاقي في هذا الزمن ناس كتير جدا بيستهينوا بما ببيت الله ويفعلوا قبحات ويفعلوا شرور هيدا اللي كنت عم اقوله انه ورجعت غيرت الحديث انا وياك انه عالي الكاهن رئيس الكهنة في بني اسرائيل كان عنده اولاد حفني وفنحاس كانوا يضاجعوا النساء في بيت الرب استهانوا بكرامه الايمان فالرب ارسل رساله على فم صموئيل النبي وكان ولد صغير يعني تكلم الرب صموئيل النبي وقال له قل له لعالي انه اولاده الاثنين بدهم يموتوا بذات النهار لانه عملوا قباحات حتى كان عندهم عصابة حول منهم الاب اولاده لعالي الكاهن كانوا كهنه وعندهم عصابه حول منهم شو يعملوا؟ يجيبوا بني اسرائيل ذبائحهم يقول له انا ما بدي اخذ ما بدي اخذ بدي اخذ منك على طريقتي الخاصه، بدي اخذ منك لحم على طريقتي الخاصه، كان الرب محدد من الذبيحه الكهنه بيطلع لهم امور خاصه لكن شو كان يعمل؟ كان يجي الغلام يعني اللي يشتغل عند الكاهن او اتباع الكهنه يضرب بالمنشال شو اللي بيطلع يطلع, يطلع. بينما كان الرب مقسم نصيب خاص للكهنة فأفسدوا مفهوم الذبائح اللي كانت تشير للمسيح وأفسدوا طريقهم وعلموا الشعب الضلال حتى الشخص اللي جاي يعمل ذبائح في في شيلو أمام بيت الرب ويعني يعبد الرب كانت نفسه تبقى حزينة منه يعني في ناس كثير إلى خيه ما بقى بدي أروح لهونيك حتى ما أشوف هالجماعة ويا ما ناس هلأ بتشوفها مثلا بتهرب من الكنائس بسبب الرعاة والخدام وتصرفاتهم وتصرفات بيصبحوا في بعض الاوقات عثرة للشعب نعم من تصرفاتهم كثير مهم الرب يساعدنا لانه الرب قال بالحقيقه انه بده يعاقب الرعاة يعني الراعي مسؤول امام الله الخادم مسؤول امام الله عن رعيه اذا كان قدوه صالحه بيكون فعلا قدم رساله صالحه لكن اذا عمل تسبب بعثرات مشكله كبيره لكن سيحاسب عليها غير الانسان العادي قلت لي حضرتك أن قراءة الرب يسوع المسيح في إنجيل متى 21 استند على جزء من أرمية وجزء من أشعياء نعم. في عجالة في الوقت الصغير خالص تقرأنا عشان المشاهد يعرف الجزئية اللي جات فيها من سفر أشعياء كانت في كم؟ إشعياء 56 بيقول الرب بموضوع طبعا مختلف تقريبا عن موضوع الأبل كان الخصيان اللي كانوا طبعا مش مثمرين لأنه لما واحد يخصى ما كان ينجي بأولاد فكان يقول انه الرب افرزني بيقول هوني بعدد ثلاثة بيقول فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا افرازا افرزني الرب من بيته ولا يقول الخصي ها انا شجره يابسه يعني مش قادر اكون مثمر ولا انجب لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واسما افضل من البنين والبنات اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا كل الذين يحفظون السبت لألا ينجسوه ويتمسكون بعهدي طبعا عم يتكلم بمفهوم العهد القديم آه آه. ساعتها بيقول الرب آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب فاذا كانت هوني دعوه واضحه انه الكنيسه ستمتد في كل الارض سيكون يعني مش بس لشعب اسرائيل الايمان، الايمان سيمتد سيتمتع به الامم، الايمان والتوبه والخلاص. وهنا بيت الرب صار مش المقصود فيه انه نحن كلنا نروح نحج بهيكل سليمان معين بهيكل سليمان، م المقصود فيها بيتي اي بمعنى اللي هو الكنيسة ليش لانه برسالة العبرانيين الإصحاح الثالث بيقول الوحي المقدس وبيته نحن نحن بيت الرب إن تمسكنا بثقة الرجاء ثابتة الى النهاية فاذا مين بيت الرب الكنيسة الكنيسة اي المؤمنين نحن المؤمنين اللي قبلنا الرب يسوع المسيح وامنا بعمل ذبيحته وغسل قلبنا الخاطي بدم وسكن فينا بالروح القدس كتب أسمائنا في سفر الحياة صرنا نحن جسده كما يقول الوحي أيضا نحن جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل ربي يباركك هو الرأس ونحن الجسد ربي يباركك كلمات رائعة لم يعد هيكل الله قاصرا على أمة معينة لكن صار بيت الله هو لجميع الشعوب أي أن باب يسوع باب الرحمة باب المحبة باب الخلاص مفتوح لكل إنسان أن يتمتع بخلاص المسيح ليجد شركة مع أخواته المؤمنين في كل مكان لنصير نحن شعب الله المرحومين بدم يسوع المسيح الذي بذله لأجلنا على الصليب أشكركم أحباء المشاهدين بشكرك حضرة الأسيس تابعونا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيح في نبوات إلى اللقاء رب معكم